هو كابتن عبد الجليل الجماهيريه بتفرق يعني البيضة. هو ميزه ان اللي يروح الاهلي جمهور الفانيلا البيضاء بتقدر يروح الزمالك او في الزمالك يروح الاهلي هي ان انت بتعيش تقريبا الجماهيريه بتعيش الاعلام الرغبه في البطوله طول الوقت والرغبه في الفوز طول الوقت والميديا طبعا بتسلط كابتن عبد الجليل مجرب وعارف احساس بين الفانيلا البيضاء واحساسك ازاي بجماهيريه لو دون احساس الفرق بينهم مش هيبقى كلام بتتحقق مش هيبقى في صالحك فيعني خلينا في السنتين يعني احساسك بالفانيلا البيضاء ما قارنتش بحد انا لا بص انت مش كنت مستمتع ما دام انت كنت مستمتع لا خليك قارن بالعكس احنا عايزين يقارن بص لا بص على مدار دي مرحله ومرحله السنين لو هو ما قدرش انه الزمالك خده بعد ما مشاه الاهلي فبرضه برضك ما ينفعش لازم يقدر كده حبيبي اسمعني والله الزمالك من احسن فرق الكوره على مدار السنين ولكن فرق ادارات هي النادي الاهلي طب هو دلوقتي بتتكلم في نقطه مهمه ان انا من على ايامنا من ايام ما كنا في الزمالك منظومه طول يعني هي منظومه مكتمله برضه يعني انت عندك فرقه طبعا. كويسه يلزمها اداره برضه قويه بتدير صح بيلزمها مدير فني صح لا كابتن احنا كنا فرقه الاحلام اختيار اللعيبه احنا كنا فرقه 12 بونت على النادي الاهلي انا فاهم لازم مدير فني واحد ادارات مختلفه اداره مشاكل صح يعني الموسم اللي انت بتتكلم عليه ده اللوجيك ايه وانت فرقه 12 بونت وكان الماتش باتنين مش بثلاثه يعني اللوجيك بنقطتين بنقطتين بالظبط ما اللوجيك اقصد ولا كان بثلاثه لا باتنين بس طب اللوجيك ان انت تكسب ده طبيعي بس هي المنظومه كامله متكامله مش قصه لعيبه بس لا. اداره برضو يا ما بيراميدز عنده احسن لعيبه بس صح ومش عايز اقول الاداره بس في حاجات برضو البطوله دي ليها مقاومات لا الاداره فطول عمر الزمالك انت غيرت مدربين كتير عنده في بيراميدز لعيبه عنده الجماهيريه لكن شويه اداره تيجي فيها مشكله شويه اداره تيجي فيها حواديت وحتى الاداره لما يعني الزمالك مثلا يعني مشاكل داخليه هي اللي بتساوي عنده حاجه غريبه جدا الزمالك يبقى عنده فريق مثلا قوي زي مثلا كسب سنه او اتنين دوري او بطولات فرغ الفرقه تبص تلاقي تالت سنه الفرقه ما تفهمش ليه فرغت غير الاهلي يبقى عامل جيل مثلا سبع سنين يعني انت بص الجيل بتاع الاهلي ده هتلاقي معلول بقاله سبع ثمان سنين باك ليفت هتلاقي معرفش ايه بقاله سبع كابتن سبع سنين دوري الاهلي وبعدين سنه سنتين زمالك وبعدين يرجع الاهلي ياخده سبع سنين ما هو الاهلي يحافظ على الجيل مثلا على ست سبع بيجي يعمل تغيير في الجيل ممكن يقع شويه الزمالك يبقى واخد دوري سنتين مثلا ما بيكملش اللي وصل فاينل افريقيا 2020 يعني الجيل بتاع بن شرقي سنتين تلاقي الجيل كله اتفك تسع لعيبه طار وبن شرقي وفرجاني انت عارف الفرقه دي لو فضلت موجوده كابتن لا ايوه انت عارف يا كابتن شبانه هي النقطه ان في اوقات كتير قوي اللعيبه ساعات بتبقى مستقطره نفسها على نادي الزمالك دي واحد اتنين ساعات الناس المسؤوله في نادي الزمالك ما بتقدرش اللعيبه كويس او تقدر لعيبه ونقوت اللعيبه كابتن زياده عن اللزوم نقوت اللعيبه ما فيش لعيب ما يتمناش يلعب هو بن شرقي بص بعد كامل لحظه بس يا مليح بس استنى بعد اذنك ده بريك بس النقطه دي تقدير يعني بن شرقي بص انا بس انا بس هتكلم فيها عشان ما نعديهاش كامل التقدير لبن شرقي كلاعب كامل التقدير لفرجاني كلاعب كامل التقدير لفتوح ومصطفى محمد وكل الناس اللي كانت في الجيل ده يعني اقصد لكن اللي عمل بن شرقي وخلاه من نجوم الكره العربيه زمالك أيه. اللي خلى فرجاني ما كان بيلعب في النصر السعودي فرجاني السيسي ما بن شرقي لعب في فرنسا على فكره يعني أيه اللي خلى فرجاني من نجوم الكره العربيه ومن نجوم منتخب تونس الزمالك. هو الزمالك ولحد دلوقتي هو يستكتر او ما استكترش ده يعني في الزمالك بس انا قصدي ايه الزمالك اللي عامل بيعمل والاهلي اللي بيعمل يعني الاهلي اللي عاد بيرستاو لنجوميته في جنوب افريقيا في القاره الافريقيه ده احسن لاعب لعيبه وتدريب الاهلي اللي عامل اليو ديانج الاهلي اللي خلى حسين الشحات يرجع تاني منور بهذا الشكل الاهلي اللي خلى محمد عبد المنعم ما اعرفش الاهلي اللي خلى الشناوي حارس مرمى منتخب صح ولا غلط؟ فاذا مش قصه ما فيش حاجه اسمها استكتر لكن هو المشكله في ايه في الزمالك؟ هو عايز يعمل 10 صفقات في اول الموسم ايوه هي دي فتقوم عامل الفرقه الله. وجيب ناس برضو مش على مستوى الفانيلا صح ولا غلط؟ طبعا فهي طبعًا. مشكله الزمالك اللي بشوفها دايما جيل يبقى قوي جدا ما يحافظش عليه حتى يعني الاجيال الحاليه تلاقي في الثمانينات اتنين دوري جيل قوي تبص لتفك التسعينات اتنين دوري تبص تلاقي الجيل رضا بعال الازمه ويمشي مثلا فاكر انت الجيل بتاع رضا عبد العال واثنين دوري أيه. فتلاقي ازمه رضا عبد العال ما اعرفش مين يمشي وايمانويل امريكي يمشي اتفك الجيل اهلي سبع سنين الاجيال بتاعتكم الزمالك واخد اثنين او ثلاثه دوري من 2000 ل 2004 وبعدين تلاقي بشير التبعي وما اعرفش مين كل ده الجيل ده يمشي ما هي دي بقى النقطه اللي انا هرجع لك فيها ان في اوقات اللعيبه مثلا هي في نادي زمالك مين اللي عمل اللعيبه ديت نادي الزمالك مين اللي عرف الناس جمهور بحسن مصطفى بكذا بالكابتن عبد الجليل النادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا فهي دي النقطه بس لما باجي ان انا اجدد او ان انا اجي اعمل حاجه
باجي يعني ايه لا تدوني اللي انا عايزه اللي انا اعمل كذا. فديت من الحاجات اللي انا بشوفها من الفتره اللي فاتت، من الحاجات الوحشه في نادي الزمالك يعني بامانه. انا بشوفها دي بحس ان اللعيب مين اللي عرفك، مين اساسا انت، مين ان الناس عرفتك منين؟ من نادي الزمالك. فانت ممكن تضحي عشان خاطر جمهور نادي الزمالك او عشان كذا، يقول لك لا انا ما ضحيش عشان حاجه، انا في الاخر انا بيتي وعيلتي ومستقبلي هو اهم حاجه. لما بيبطل بيفضل يقول لك نادي الزمالك او نادي الاهلي، ويفضل يموت عشان خاطر النادي. طب ما انت كنت في الاول ما بتضحيش عشان الجمهور، ما بتضحيش عشان كذا. هي دي اللي انا بقول لحضرتك عليها. لان انا في ايامي كان في ناس ولاعيبه كبيره واوا بتقعد كانت يعني ايه تتدلع، مش هقول ان هي تتدلع على نادي الزمالك، وفي اوقات كتير قوي الناس في مجلس الاداره ساعات يساعدوهم على الدلع ده. فهي دي وده الاداره اللي بتكلم، هي دي النقطه اللي انا عايز اقولها، والحفاظ على الجيل. بس انا دايما بشوف كده الفرق يعني الكبيرة. الفرق ما بين النادي الاهلي، علي معلول بتجيله فرص كتير انه ممكن يجيله بفلوس اعلى، لا عايز يعمل تاريخ في النادي الاهلي، عايز ياخد الفلوس، عايز يعمل كذا، وعايز يستقر بطولات. بالظبط. ما ده قصدي بقى، ان الزمالك بيجيله اجيال عظيمه جدا. انت ما تفهمش ليه بعد سنتين تبقى الجيل اتفك. بالظبط. عشان تبني انك تبني جيل بطولات عظيم سهله. ايوه بالظبط. دي مساله الجيل الاستمراريه. جيل 2020 ده كان جيل مكتمل. محمود علاء كان في قمه مستواه، محمود حمد الونش في مستواه، كان وقتها احمد الشناوي تقريبا. احمد الشناوي فجاه بقى بايع الزمالك للاهلي فجاه، ما اعرفش مين بقى مشكلته ايه، مشي. وعلي جبر فجاه مش موجود، فاكر انت برضو ان بيراميدز لما دخلت فشكلت لعبت في دماغ اللعيبه شويه. كابتن بعد اذنك، الاهلي اللعيبه راحت لبيراميدز غصب عنه، يعني رمضان صبحي غصب عنه. عبد الله السعيد عبد الله السعيد راح مشوه اهلي جده، احمد فتحي قعده خلص. انما في الزمالك باع وشرى. ايوه بالظبط. خد 2-3 من نجومه راح بقى، واتعمل بقى المباريات دي، اصل ده باع الزمالك عشان تبقى في مباريات قدام الراي العام. انا قصدي في الاخر دول بقى الادارات، مين او مين او مين، فكره انك لما توصل لجيل بطولات الحفاظ عليه مهم جدا، يخليك 4 5 6 7 سنين. هو برضك الاهلي اذكى في التعامل مع، في حتى في طريقه التعامل مع اللعيبه. يعني دلوقتي كل يوم بيقول لك رمضان صبحي والله هي عاوز يرجع الاهلي والاهلي رفض. طب انا عاوز اشوف تصريح واحد لرمضان صبحي قال لك انا عاوز ارجع الاهلي. يعني انا ما سمعتش، صح؟ يعني انا ما سمعتش ولا تصريح رمضان صبحي قال لك انا عاوز ارجع. بس انا اقول لك على حاجه، كل يوم واحده الاهلي لو قال لرمضان تعالى في ثانيه هيجي. طب ما واحد يعني والله الاهلي لو عايز يجي انا عاوز تصريح لرمضان، تصريح او تلميح، ولكن انا عاوز ارجع الاهلي. ممكن يكون ما حد واخد يعني صاحبه فضفض معاه. هو الفضفضه دي سنتين ثلاثه ما فيش، هو يطلع في حاجه يتكلم عادي. هو رمضان بعد هو مش الحضري كان نفسه يرجع الاهلي. يا احنا ما اختلفناش، بس فكره ان انت وعلى فكره كابتن اكرام، طب ما كابتن اكرام الفتره دي كله بيقول لك ايه، كل الفتره دي يقول لك ايه والله ده رمضان هيموت. مش كابتن اكرام حماه؟ طب فين؟ مش كابتن اكرام حماه وقال يا ريت؟ ما شيء طبيعي، واحد تمنيات. لكن ايه واحد بيقول لك انا اتمنى انه رمضان. طب والاهلي ماله؟ والاهلي برضه الاهلي لحد الان مفيش حد بره المنتخب، كل زي كده رمضان. كلام اجتهادات اعلاميه وجماهيريه، لكن الاهلي نفسه لا رمضان قال ولا الاهلي حتى قال بصراحه. يعني كلها بس في الاخر انت لو قلت رمضان في الاخر مش هيرجع. لا قلت نفسك ترجع قال لك نفسي ارجع. بن شرقي لو قلت له نفسي ترجع يقول لك نفسي ارجع الزمالك، يعني اديني نفس الفلوس بالظبط واخد مكانة الزمالك. يعني جماهيريا ممكن بن شرقي وساسي كسبوا ماديا، لكن جماهيريا لا، حتى الان هم عارفين جماهيريتهم كلها في الزمالك. كل واحد بيبقى اهلي ثم زمالك. ورمضان لو رمضان بنص مستوى برضك في الاهلي كان راح المنتخب، يعني برضه هو لازم هو عارف كده طبعا.